رفع دعوى عليه في بلد اللجوء الذي هو فيه الآن، وسوف ألاحق هؤلاء قانونيا. هنالك من يقول أن هذه حرية الصحافة وحرية الثقافة وحرية الرأي. أنا أسأل، الشتم والسب والتعريض والاتهامات المجانية بدون الاستناد إلى أي وثيقة أو أي معلومة، يعني هل هذه حرية الصحافة وحرية الثقافة؟ هل هي خدمة الثقافة؟ في هذه المجلة هنالك ملاحظة مكتوبة من الأستاذ سهيل إدريس يقول أي تعريض شخصي أو اتهام أو إلى آخره من حق هيئة التحرير أن تحذفه، والمقال الافتتاحي يعني مليء بالشتائم والسباب وتخوين 850 مثقف عراقي وعربي بالخيانة الذين شاركوا في مهرجان المدى في أربيل، وكذلك قسم خاص عني يعني وجه لي كل اتهامات. أنا لا أتعرض لا للأستاذ سهيل إدريس ولا لتاريخ مجلة الأدب، أنا أتحدث عن الحالي، أنا لا أتحدث عن التاريخ. كلنا لدينا تاريخ ربما ملتبس أو, 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 أو صحيح. أنا أتعرض لهذا الجانب وأخاطب المثقفين، هل أن حرية الصحافة والثقافة وخدمة الثقافة هي في النيل من كرامات الآخرين ومن سمعتهم ومن شرفهم؟ طيب وين المشكلة؟ مشكلة هل هي تنازع بين دور نشر مثلا في تقديرك؟ أنا ليس لدي أي نزاع معه، وليس لي أي بالعكس، يعني أنا أقرأ ما يصدر عن الآداب، وأنا أعتقد أن العالم العربي بحاجة إلى 1000 دار نشر تنويرية و1000 مؤسسة ثقافية لا تكفي لاستنهاض الحياة الثقافية في العالم العربي. ألا تفكر يعني كتابة رد مثلا مفصل على هذه الأطروحات التي تتكرر من وقت إلى آخر؟ لأنه حتى يعني أطروحة متقاربة مع ما كتبه سماح إدريس رئيس تحرير الآداب البيروتية، كتبت في صحف مصرية أيضا مهتمة بالثقافة. نعم، كتبت في صحيفة مصرية ورفعت الدعوة عليه وكسبنا الدعوة بالرغم من كل المحاولات اللي جرت، وحكمت هذه الجريدة ب 25,000 جنيه ونفذت. أي ويعني لأنها تجريح ويعني تقولات مخابراتية لا علاقة لها بالواقع إطلاقا يعني. وبالتالي لكن لا تفكر بكتابة رد على ربما في وقت يعني أكتب رد على من؟ على عناصر من المخابرات العراقية، على عناصر موالين للنظام السابق كانوا يدافعون عن إلى اللحظة الأخيرة وحتى تعتبر اليوم. تعتبر مثلا سماح إدريس ضمن الذين يدافعون عن النظام العراقي السابق؟ أنا لن أتحدث بهذا الموضوع إطلاقا، لن أمارس نفس الأسلوب. أنا أقول أن أنا أقول أن كل هذه المعلومات مشتقات من كراريس ومن جعبة المخابرات العراقية، ومن لا يصدق فليقارن وليرى. وأنا ذاك يعني سوف يرى ما أين الحقيقة يعني. طيب بمناسبة الحديث أيضا عن المخابرات، يعني أعلنت قبل فترة تفاصيل ووثائق الكوبونات التي كان الرئيس السابق صدام حسين يمنحها لمثقفين عرب وإعلاميين. تحدثت أنه نشرت بل تحدثت عن كثير من المثقفين. ألا تعتقد بأن هذا هو الذي جرى عليك تجديد للاتهامات من جديد؟ ربما هذا سبب من الأسباب. أولا الكوبونات تتعلق بالرشاوي لدول ولأحزاب ولمؤسسات ولشخصيات بارزة جدا، ونشرت الكوبونات كلها وكانت موضوع تحقيق دولي من قبل الأمم المتحدة، والتحقيق يعني أوصل إلى معطيات أكبر 100 مرة من الوثائق التي نشرتها. وكما تفضلت نعم ربما هذا سبب، يعني من بين الشخصيات التي يعني نشرت وثائق عنهم ربما أخذوا أو لم يأخذوا، ولكن الوثائق حقيقية 100% لبنانيين، ولربما يعني بعض هؤلاء يرفعون أصواتهم بين فترة وأخرى بسبب هذا يعني، ويوجهون الاتهامات طبعا أنه لأنهم شخصيات قومية وشخصيات دافعت عن حياض الأمة العربية، وأنا أعتقد هؤلاء هم كانوا في أساس هذا الانهيار والانحدار الذي وصلت إليه الأمة العربية. وأنت ضد القومية العربية بوصفك تنتمي إلى قومية كردية؟ أنا لا، بالعكس، يعني أنا تعرضت لعملية اغتيال وأنا في بيروت، أنا كنت مع المقاومة الفلسطينية، أنا صديق قادة الحركة الفلسطينية وحركة التحرير
التحرر، وكرست نفسي للدفاع عن الثقافة ولإشاعة الثقافة العربية. كيف يمكن أكون أنا ضد أولئك الذين مسخوا ولا زالوا يمسخون هذه الأمة العظيمة التي تنطوي على إمكانيات كبيرة جدا وتستطيع من خلال عمل الأمة العربية عملها المشترك أن تكون قطب مؤثر على الصعيد العالمي وخصوصا في ظل هذه العولمة. ولكن الأحزاب والقوى التي تصدت لهذه القضية بدوافع طيبة أو غير دوافع قادت الأمة لهذا الوضع بضمنهم صدام حسين. كيف يمكن أن تقبل أن هنالك من يعتبرون صدام حسين رمز لهذه الأمة، وهو الذي عمل من أجل وحدة الأمة عن طريق احتلال الكويت والحرب الإيرانية وتدمير العراق وتبديد الثروات؟ طيب خلينا يعني صدام حسين مضى إلى ما قدم، لكن لنتحدث ليس دفاعا عنه، لا لا أنا أعرف، لنتحدث في قصة أخرى وهي ما يتعلق بكوبونات النفط. الحديث دائما أن فخري كريم يقدم نفسه بوصفه مثقفا غير رغم أنه مستشار للرئيس، لكنه دائما لا يقدم نفسه بوصفه شخص رسمي محسوب على الجهاز الرسمي. أنا لست موظف، على اعتبار أنه أنت مش موظف. أنا لست موظف، يعني علاقتي أنا يعني أنا ينشر كبير مستشار رئيس الجمهورية أو ممثل رئيس الجمهورية يعني هذه يعني يشرفني أن أكون إلى جانب رئيس البلد الذي يقال أنه بدون هو خيمة للعراقيين. أنا لست موظف، يعني هذه التسوية، هذه التسوية ودية بيني وبين الرئيس أنه أنا أمثله في منصب فخري، يعني أمثله في المحافل بسبب علاقاتي العربية. أنا فخري وهذا منصب فخري، منصب فخري ولا يعني فخري، ويستفيد من علاقاتي بالحركة الوطنية وبالبلدان العربية وإلى آخره. بدون وظيفة أو لا، أنا لست موظفا أبدا إطلاقا. يعني طيب، يعني أنت ترد للرئيس الجميل في دعمه للمدى مثلا من خلال؟ لا أنا لا أرد للجميل، أنا أقوم بواجبي. طيب السؤال الذي يطرح كثيرا هو أن هذه المعلومات، معلومات الكوبونات، هي معلومات استخبارية. كيف حصل فخري كريم على هذه المعلومات؟ لصلة بالاستخبارات التي كان يتهمها قبل قليل بأنها روجت كراسات تكيل له الاتهامات والسباب والشتائم؟ ما الاستخبارات انتهت، يعني تفككت وذهبت، يعني هذه الوثائق، يعني كان القيصر بريمر يحيط هذه الوثائق بمنتهى السرية ولا يريد أن تخرج إلى العلن. أنا قلت مرة ربما كان يريد أن الأجهزة المخابراتية كانت تريد أن تستفيد من هذه الوثائق لكي يعني تضغط على الشركات. حصلت عليها عن طريق صديق له قريب من هذه الوثائق، استطاع في ليلة ظلماء أن يسحبها ويصورها ويعيدها إلى مكانها، وبعد ذلك يعني جرى الإقفال عليها بشكل مطلق. بعد ما نشرت يعني أنت أخرجتها من ربما المخابرات لم تكن تريد أن ينشر هذا. أي مخابرات؟ ما في مخابرات الأمريكية أنا أقول لك، يعني هم يقولون أن المخابرات الأمريكية هي التي سربت هذه الوثائق. وأنا أريد أن أقول لك يا عزيزي، أنا لم أكن في يوم من الأيام ولا الآن يعني على مقربة من المشروع الأمريكي أو لدي علاقات مع الأمريكان، سوى أنني ألتقي في اللقاءات العامة مثلما يلتقي أي مسؤول عربي مع الأمريكان في أي مكان من الأماكن. وأنا لست يعني لم أكن في يوم من الأيام. تعتبر نفسك مسؤول عربي مع أن منصبك فخريا؟ لا، أنا أقول لك كما يلتقي المسؤول. مثل ما يلتقي. وأنا مسؤول فخري بمعنى أنه لا ألتقي. ما أنا أقوم بهذه المهمة، يعني أنا أقوم بهذه المهمة أن ألتقي. أنا أذهب إلى بلدان عربية وأمثل الرئيس أو أشارك في الوفود. ولكن قلت لك أنا فخري فيما يتعلق بوجهة نظرك من الأمريكان، بما أنك تحدثت هناك تساؤل كثيرا ما يطرح يعني ويوجه لفخري كريم، وهو أين يقف فخري كريم من هذا المشروع الأمريكي الذي أزال دولة صدام التي كانت تمثل يعني شوكة في حلق المعارضة العراقية ومعظم العراقيين، فهل البديل أفضل يعني مما كان الواقع، يعني الواقع الحالي الأمريكي بمليون قتيل عراقي، بمليوني مشرد، ب4 ملايين لاجئ، تراه هو الحلم؟ أولا هذه مقارنة غير واردة، يعني أنا لم أكن في يوم من الأيام إلى جانب هذا الحل وهو الاحتلال وإلى آخره، وبالعكس أنا تحدثت عن هذا الموضوع عشية
الحرب العراقية الإيرانية تعتبر ما هو موجود احتلالا؟ لا شوف، يعني ما جرى احتلال قطعا وأرسي بقرار من الأمم المتحدة. الآن هنالك وجود للقوات الأجنبية بما في الأمريكية وتمارس بشكل من أشكال يعني مهمات احتلال سواء قالت أو لا يعني. ولكن يعني هذه بإرادة الحكومة العراقية وبهدف التخلص من بعض الإشكال.